الحالة الثانية ديال السيدة اللي كانت حاملة الفيروس ديال كوفيد 19، حالة استجابت للعلاج حسب البروتوكول ديال وزارة الصحة. عمل اللي قام به وفضل تنقول الشفاء ديالها مجموعة ديال الناس متدخلين من أطباء وممرضين ورجال ديال السكوريتي ولي بروكاردي والشيافر والناس ديال المطبخ، كل شيء ساهم مساهمة كبيرة في شفاء هذه الحالة، بالإضافة للناس اللي كانوا تعاونونا في الميدان اللي هما الناس ديال القوات المسلحة الملكية اللي كان الحضور ديالهم حضور جيد وإيجابي، وكان التعاون ديالهم والتعاون ديال الجميع له الفضل الكبير في شفاء هذه الحالة. تنتمناو تلقى لنا حالة أخرى في القصر الكبير وحالة أخرى في العريش، حالة أخرى في العريش اللي تنبشر ساكنة ديال العريش بأن التحاليل الأولى ديالها راه إيجابية، والتحليلات الثانية دارت هذا النهار ربما حتى هي إن شاء الله غدا إن شاء الله تغادر المستشفى ويكون عندنا صفر حالة في العريش، بقى لنا حالة في القصر الكبير إن شاء الله نتمناو أنها